معي من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد إبراهيم. بداية، هل ممكن أن نعرف أو نشرح أكثر مشهد الغليان اليوم الذي كان نتيجة طبعا هذا الرفض للنصرة؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. اليوم كما حال كل الأيام السابقة وكل الجمعة السابقة، الشارع ينتفض من جديد من أجل أن يقول لا لجبهة النصرة، لا للقاعدة في شمال سوريا، لا للقاعدة في سوريا. الشعب يريد أن يعيش من جديد بعيدا عن كنف القاعدة. قد عانى في وقت سابق من تنظيم داعش، شاهد ما حدث في الموصل، شاهد ما يحدث في الرقة. لا يريد الشعب أن تتكرر هذا السيناريو في إدلب. لذلك الموجة الاحتجاجية العارمة التي لم تكن حقيقة فقط اليوم في إدلب بل في أرياب حلب حتى وصلت إلى العاصمة دمشق والغوطة الشرقية، الشعب الذي حزم حقيقة قراره من أجل إنهاء كافة أشكال التطرف في سوريا على عموم امتدادها من شمالها حتى طبعا جنوبها. اليوم الهتافات التي كانت تقول لا للجولاني، لا لتنظيم القاعدة، لا أيضا لجبهة النصرة، الجميع يريد فنائها أو الجميع يريد خروجها من المناطق المحررة بشكل مبدئي حتى لا تطاله إن كان غارات التحالف أو حتى المعارك المستقبلية التي قد تحدث. نعم، في المنطقة الممارسات تزداد سوءا يوما بعد يوم، يعني طبعا هي سيئة، طبعا التظاهرات المناهضة لها دائما موجودة ومتواصلة، تزداد يوما بعد يوم أم أن الخوف بات أكبر من أن تتكرر سيناريوهات مناطق أخرى؟ طبعا كما أي جزار، كما أي ظالم، عندما يطالب الشعب بحقوقه يقوم بالرد بالقبضة الأمنية، وهذا ما نتوقعه وتوقعناه وشاهدناه حقيقة في المناطق المحررة، إن كان من إطلاق رصاص حي على المظاهرات، إن كان في سراقب أو حتى في معرض النعمان، ثم عملية اعتقال المتظاهرين بعد انتهاء المظاهرة، إن كان عملية اعتقال فردية أو حتى جماعية من خلال الحواجز المنتشرة في عموم المناطق أو حتى على الشوارع الرئيسية. ردة فعل جبهة النصرة من خلال إن كان اعتقالات أو حتى منع المشايخ من إلقاء خطبة الجمعة أو تسييس خطبة الجمعة لصالح جبهة النصرة أو كما تعرف به التحرير الشام حاليا، هذا كله طبعا لم يكن أو لم يساوي رادع من أجل خروج الشعب من جديد الشوارع للقاعدة من جديد. طيب، دائما بجبهة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا وحزب الله، إذا ما تحدثنا عن الاثنين، يعني بسياسة واضحة تفشيل الحراك السوري الثوري الذي قام من أجل الحرية. بالنسبة للجيش الحر، إلى أي درجة يجب أن يكون هناك جديد فيما يتعلق بالشمال السوري مع كل هذا الخطر الذي تشكله النصرة هناك؟ طبعا ان كان الجيش السوري الحر او حتى الشرطه الحره التي قامت اليوم بحمايه المظاهرات في ارياف حلب بشكل عام من اجل الدفاع عن المدنيين الذين خرجوا بالمطالبه بحقوقهم، وواجب عليهم الدفاع عن هذا الشعب طالما ان هناك قاعده او ميليشيا تقوم بانتهاك حريه هذا الشعب. لذلك من المتوقع في المستقبل قد ان نشوف حرب ما بين الطرفين من اجل انهاء تنظيم القاعده في حال تكرر مطلب الشارع وهو انهاء فصائل المتطرفه او تنظيم القاعده المتواجد شمال سوريا كما طالب في وقت سابق بالدفاع عنه ضد قوات النظام، وشاهد الجميع كيف انضرت فصائل المعارضه من اجل الدفاع عن المدنيين ان كان ضد النظام او حتى ميليشيا حزب الله التي لا تخرج لا عن النظام ولا عن جبهه النصره في شيء، فجميعهم حقيقه يعتبرون تنظيمات او ميليشيا ارهابيه متواجده في الاراضي السوريه. انا اشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من الحدود السوريه التركيه ابراهيم الادلبي المستشار الاعلامي للجيش الحر. شكرا ابراهيم.